السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع وهران لنقف على مشروع المستشفى الحروق البالغة الذي تم افتتاحه في بحر الأسبوع هذا، إذن في مدينة وهران، واللي يعتبر المستشفى الثاني المختص في معالجة الحروق البالغة في الجزائر بعد المستشفى الذي تم افتتاحه في مدينة الجزائر ببلدية زير الله. إذن هذا المستشفى الثاني واللي يحتوي على عدة ملحقات ومجهز بأحدث الأجهزة التي تدخل في معالجة الحروق. إذن شيء جميل، والأمل تاعنا هو أنه هذه المستشفيات تكون على كل ولايات الوطن، يكون فيه مستشفى بهذا الاختصاص، وخاصة الولايات اللي تعرف حرائق الغابات كثيرا كالولايات الشمالية. إذن هنيئا لولاية وهران بهذا الإنجاز وهذا الافتتاح، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. عرف قطاع الصحة بولاية وهران قفزة نوعية، أين دخلت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق حيز الخدمة بعد تجهيزها بأحدث الوسائل العصرية بطاقة استيعاب تقدر ب 120 سرير. الحمد لله اللي حلوا لنا هذا السبيطار المحروقين، ونشكروا الدولة تاعنا اللي حلتها لنا باش المرضى ما يروحوش لبلاصة بعيدة. نشكر الدولة اللي وقفت معنا وحلت لنا هذا السبيطار وهذا الناس باش ما يغبنوش، الله يشافي كل مؤمن. الحمد لله تم فتح وتجهيز المؤسسة بأحد التجهيزات والإمكانيات وفق مقاييس دولية بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. هذه المؤسسة بها أجنحة ومصالح للعلاج والجراحة الترميمية والتجميلية للكبار والأطفال، ومصلحة الإنعاش والتخدير، ومخبر مركزي، ومصلحة الطب والأشعة والطب الفيزيائي، وإعادة التأهيل والصيدلة. في الاستقبال وعدنا جهاز أو برنامج الرقمنة اللي يسمح بالمرور للحالات المستعجلة والخطيرة. المنشأة الصحية تعززت بأطقم طبية ذات كفاءة وكذا أجنحة ومصالح متخصصة في العلاج والجراحة الترميمية لضمان التكفل الأنجعي بالمرضى. مصلحة الإنعاش والتخدير هي مصلحة تهدف لعلاج الحالات المستعجلة والخطيرة للمرضى المحروقين من الدرجة الثانية والثالثة، وهي متكونة من أربع وحدات: الوحدة الأولى وحدة الإنعاش والتخدير للكبار، الوحدة الثانية الوحدة الإنعاش والتخدير للأطفال، وحدة الألم وعلاج الألم، ووحدة الجراحة والرعاية لما بعد الجراح. هذه الوسائل تساعدهم في القيام بتمارين، تساعدهم في التأهيل الوظيفي، ونستمروا في العلاج تاعنا حتى مرحلة السيكل. الصرح الصحي مكسب جديد لمعالجة مرضى الحروق بخدمات متكاملة وفق معايير عالمية، وهو ما تسعى إلى تحقيقه السلطات العليا للبلاد.